الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوكم في الله إبراهيم بن أحمد آل مسعود من المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض، خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخصصه أصول دين. فنبدأ إن شاء الله بعد هذا التعريف عني أن أبدأ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ دار مولياء إبراهيم بن عثمان آل مسعود أبدأ بحمد الله وتعظيمه وصلاةً وسلاماً على نبي الهدى المصداق وعلى البشير النذير والذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك حديث عظيم رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك. ما هذه الكلمة العظيمة؟ وما هذا الاستفتاح بهذا الكلام؟ يهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا بفتح الأذهان على شيء يدلنا عليه، وهذا من فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي كان ينهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان كلامه موجزاً وأحاديثه موجزة، ولكنها تفي بالغرض الكامل الذي يريده صلى الله عليه وسلم. السلام الحمد لله dan salam dan nabi. Satu malam ini yang cerita satu hati nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mulai dia dengan uslub tanya supaya tengok orang dengar supaya sungguh nak tabih. Sebagai uslub Nabi SAW dalam dia mengajar sahabat dia, Nabi dikajak dia pandang-pandang mujas reka-reka, tapi isi dia sangat-sangat dalam. Itu nak duduk orang dengar ni dia ada uslub dan cara dia. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بقليل من الكلام ولكن هذا الكلام يكون معنى قويا ومفهوما وليس فيه خلل لا في اللغة ولا في البلاغة، لأن مصدر هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلم القرآن من جبريل عليه السلام حينما أنزل عليه الوحي الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل. فالقرآن كذلك أعظم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كلام الله لا كلام البشر.
Nabi SAW setengah daripada mukjizat dia, iaitu Nabi cakap kat dia pada pandok reka-reka, tapi isi dia sangat dalam. Oleh kerana Nabi SAW dia terima wahyu daripada Allah SWT, dia belajar daripada Allah Taala melalui Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran Al-Karim adalah sebaik-baik kalam, sebaik-baik ajaran yang mana Allah Taala sampaikan kepada kita. Walidhalik Allah Subhanahu wa Taala تحدى المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة أو يأتوا بآية. كلام الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بهذا القرآن محفوف بالقوانين، محفوف بعدم الأخطاء، محفوف بالجمال والفصاحة، محفوف بكل شيء. ولذلك لا يستطيع لا إنسان ولا جان أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة. ولهذا الله تعالى يبرنه سبوت على القرآن ولا على تاتاي manusia manusia siapa saja yang pandai dulu wali ayat seperti mana ayat Quran walaupun satu surah atau satu ayat. Ini dalil kata ayat Quran adalah mukjizat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai undang-undang. Dan dalam Quran ini cukup lengkap makna dia dari segi hukum dia dan dari segi bahasa dia, dari segi balaghah dia, dari segi dalil dia dan sebagainya. Wa ma arhama mur rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadis بدأ بالرحمة بالسؤال وبدأ بالتلطف لهم. ألا أدلكم؟ ألا أخبركم؟ ألا أعلمكم؟ شد الأذهان فبدأ الإنسان يفكر ماذا سيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يدلنا عليه وماذا يقول ولما هذه الكلمة العظيمة التي أتى بها في بداية حديثه صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم dalam hadis ini dia mula dengan kata ala adulluku, aku nak tunjukmu, nak dah nak oyakmu, nak habud dah ala adulluku supaya nak buka otak manusia supaya boleh terima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sempurna. Ini adalah sebagai cara Nabi SAW nak mengajak umat dia dengan cara lemah lembut. Apa dia nak dekat orang dengar tu dia dekat. Ala ada lukum. Aku nak ayatmu. Itu usul Nabi SAW. Mala kana jawab sahabat radiyallahu anhu. Ka'anna alladhi sawfa yadulluhum amrun azim. Lam yadkhul fi adhanihim illa ba'da ma qalahu sallallahu alaihi wasallam. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يا سبحان الله، فضل من الله بأن الله يحط عنا الخطايا ويرفع عنا ويرفع لنا الدرجات. ما أحسن هذا الكلام. وكل يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمحو عنه السيئات فقط، بل زاد ذلك صلى الله عليه وسلم إخبار من الله لأنه يرفع الدرجات. إذا جمع اثنين مصلحتين لك في آن واحد في العمل الواحد، مسح الخطيئة ورفع الدرجة. يا الله ما أكرمك يا الله وما يعظمك يا الله وما كثير فضلك يا الله. إنك عظيم ورحيم ورؤوف بالعباد، تمحو وترفع بأعمال إذا رأيناها إن باستطاعة المسلم أن يفعلها بدون كلفة وبدون تعب. نبي صلى الله عليه وسلم يدعي صحابه يا أذا ألا أدلكم من أهل الدرك نوع ستر أعمال له ستر بيجا
yang mana amalan ini Allah Ta'ala nak hapus segala kesalahan, segala segala salah kejahatan yang Allah Ta'ala bukan sekadar hapus kesalahan, bahkan Allah Ta'ala nak akid darajat. Satu amalan, satu amalan, satu ajaran hapus dosa serta naik darajat. Subhanallah, ni yang panggil satu kelebihan kepada Allah Ta'ala. Murahnya Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala, ya nak hapus dosa hamba dia serta nak akid darajat hamba dia. Izan lam yaktafi bimahya khatidah walam yaktafi birafil hasan بل جمعهما سويا حتى يقدس الله سبحانه وتعالى من خطاياك ويرفعك درجات في الجنه. Bukan padahal sebenarnya Tuhan hapus dosa kita cukup dah. Hapus dosa, jadi nak hapus dosa cukup. Tapi tak cukup. Allah Ta'ala rahmat dianya sekadar, bukan sekadar hapus dosa, bahkan di akhir akhirat sana Tuhan akan akad derajat manusia ni, hamba dia ni dari syurga. Syurga esok beberapa derajat. Faya akhi muslim, faya akhi mu'min, asghi sam'aka ila ma yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftah qalbaka bil ikhlas wal mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan ما هو الأول ما دلنا عليه؟ أول ما دلنا عليه هو مفتاح الصلاة. مفتاح الصلاة، إذا أردت أن تذهب إلى الصلاة ماذا تفعل؟ وكيف تتهيأ لهذه الصلاة؟ Pertama, dia kata kita dengar malam dengan telinga. Bukan sekadar telinga, dengar hati. Telinga dan hati. Pertama kali, miftahus salat, iaitu anak kunci semaya. Kita pergi semaya, kenapa dia anak kunci dia? Di anna salata azimah. Was salatu fardahu Allah fis sama' wa hiya al-wahida allati furdat fis sama' min 50 ila 5 salawat. Fa miftahuha azim. مفتاحه الطهارة، مفتاحه الوضوء. فإذا أحسنت وضوءك دخلت إلى هذه الصلاة. سمعي الله تعالى memberkati sebab semaya ini Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi SAW adalah khas. Apabila semaya ini penting, maka anak kecil itu nak semaya pun penting. Anak kunci semaya iaitu wudu, air semaya. Kalau kita sempurnakan air semaya, insyaAllah kita boleh masuk dalam semaya dengan sempurna. Wa laysa al-wudu'u kama turidu ant. Anta yata'arraka al-kasal, wa yata'arraka al-ta'ab, wa yata'arraka al-shaytan, wa yata'arraka al-waswasah. فلذلك مصدرك الوحيد هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء حتى يكون المفتاح يفتح لك الطريق. أي سمعية yang Syekh dah sebut bukan sebuah air semaya yang kita dah buat orang-orang yang dah buat, bahkan air semaya yang sempurna. Kadang-kadang kita makan benda lain sebuah air semaya. Asmaya yang dikenaki iaitu asmaya support dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya anak kecil kita menjadi comel, boleh buka yang kecil dengan sempurna. Lidzalik lam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadhu wal wudhu hakam. Lam yaqul hadha abada. Qalahu fi hadith akhar sa'ubayyin mustaqbal insyaallah. Fi kalbi mad في إدراجك. فلذلك حينما أراد أن يرفعك بهذا الوضوء ويكون وضوءك صحيحا كما كان توضأ صلى الله عليه وسلم،
أعطاك الوضوء الواضح السهل الذي ليس فيه مشقة وليس فيه تفكير بعيد وليس فيه تبذير في الماء، أعطاك اليسير منه ودلك على الطريق السليم لهذا الوضوء. فننظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إسباغ الوضوء على من؟ على المكان. سبحان الله، إسباغ الوضوء على المكان، ما قال اغسل يدك كذا ورجلك كذا ويديك كذا وهكذا كذا، إسباغ. ومعنى إسباغ مثل ما تعمل دهان إلى بيتك، تأخذ أجود الأدهنة وأجود المواد وأحسنها لونا وتبدأ الشغل. فلذلك قال إسباغ الوضوء على المكاره وهي الأعضاء التي سوف تغسل بهذا الوضوء. Wudhu yang ditandaki oleh Rasulullah SAW yaitu wudhu yang tak campur dengan was-was, yang tak campur dengan bazir, yang sempurna, yaitu cara dan sempurna wudhu mudah-mudah dari mana Nabi SAW ajar, yaitu isbat. Isbat mana kita sempurna, bisa disungguh sempurna, bukan sekadar basuh, bahkan basuh wis penuh, menjelak tiga wis penuh, cukup tepat-tepat dia. إذا نتابع كيف يكون إسباغ وما المراد بالإسباغ وهل هناك شروط لهذا الإسباغ وهل هناك واجبات لهذا الإسباغ حتى أتوضأ مثل ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا دلك الرسول صلى الله عليه وسلم على أركان الوضوء، معناها شروط أن يغسل العضو غسلا تاما مرتبا. ولو غسلت العضو واحدا واحدة وتأكدت أن الماء وصل إلى جميع العضو مثل ذلك، أبدأ كما ترون سوف أطبقه حتى نستفيد جميعا. أول ما يبدأ الإنسان إذا قام من النوم ماذا يفعل؟ هل على طول يأخذ ويتمضمض ويستنشق ويبدأ بالوضوء؟ لا لا، الرسول في أحاديث أخرى يقول لها لا هكذا، لأن الإنسان لا يدري أين تبوت يده عندما ينام، لا يعرف يده أهي في الشمال أم هي في اليمين أم هي في عورته. فلذلك قال أحد الصحابة أنا أعلم أين تبيت يدي، فعاقبه الله سبحانه وتعالى أنه نام فدخلت يده في أسته في مقعدته. فلذلك الإنسان لا يتعالى على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعالى على أوامر الله ولا أوامر صلى الله عليه وسلم. لذلك حديث حينما قال أغسل يديك ثلاثا قبل أن فربما يدك لا تكون في مكان طاهر لأنك لا تعلم حين تنام أين أبي أسماء يدي سبرنو بكلا satunya kita pernah sebrno basuh tepat yang kita pernah basuh waktu pertama kali yang kita pernah ingat selagi biar kita bangun tidur pagi tertidur bangun pagi itu setengah-setengah mereka kita asmaya selalu ini pas maya moga pas lalu tak kena itu sunnah Nabi. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun tidur belum lagi dia asmaya kena basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Sebab Nabi kata semalam ni kita tak tahu kata tangan kita tidur mana. Tangan kita tidur mana tak tahu.
kane ke kiri ke celah mana buju mana tak tahu tangan kita. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur sebelum Nabi asmaya termasuk angin mencuci dulu baru kita asmaya. Fanabda bima bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حينما أراد يتوضأ يقول يغسل يديه ثلاثا ثم يقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله ذكرها بعض العلماء بأنها الواجبة الوضوء، واجبة الوضوء هي بسم الله ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما تأكل تقول بسم الله لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما أسمى Nabi lepas pada basuh tangan, malam ni asmaya tu basuh tangan. Basuh tangan itu setengah ulama kata kena baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni sama nama kata wajib. Wajib kata bismillah dengan nama Allah. Buka bismillahirrahmanirrahim. Atau riwayat warik daripada ulama itu. Sebab kita makan nasi dia kata bismillah saja, buka bismillah. Atau di mana warik dari kita-kita dan sunnah Nabi SAW. إذا بدأت بسم الله وغسلت يدي ثلاث مرات بعد النوم آخذ حفنة من الماء وأضع نصها أو ثلاث أرباعها في الفم والباقي إلى الأنف وبعد ذلك أقول هكذا ليس صحيحا ليس صحيحا إذا أقول بسم الله وأخذ ركعتين ثم أقول هكذا ثم أقول إيش؟ هكذا يعني ترفع الإله حتى يأخذ لا تقول كذا تتابع يدك لابد أن تستنثر ما كان ولابد أن يدخل الماء إلى لماذا؟ لأنه نظافة لأن الوضوء نظافة لك في دنياك ومفتاح لك في الصلاة فلذلك لابد ترمي على طول هذا هو الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تستخدم يعني اليد الثانية ما لم يدع رسول الله متوقع هكذا هذا ترمي به أو بعض الناس وربع الآخر يقول هكذا وهذا يقول هكذا فكلها واردة ولا إن شاء الله فيها حرج. أبي أسمعي لبقى بس تاني أبي آي بس تاني جدا دو كونو أتول التعديل تبقى كده bawa dulu dong, letak di hidup masuk masuk sikit lah hidup lepas tu, dia kena seh kubik bagi sunnah Nabi, seh kubik supaya cuci darah-darah hidup kita tu bagi nazafah butuh ni bukan sekadar cuci di kita bahkan dia jadi anak koci semayi anak koci semayi kalau tak sepenuh dia, tak sepenuh semayi jangan berlapun dan mentukul ilmai dan amf إذا لم يدخل الأنف لم يكن استنشاقا لأن ورد استنشاقا ولم يكن أغسل الخشم أو الأنف قال استنشاقا يتمضمض ويستنشق وليس المراد بالمضمضة أن تقول لا لابد أن تمضمض أن تحرك الماء في فمك لأنك ستستفيد كذلك من نظافة لفمك ومطهرة لفمك Komo ni mungkin pada buhaya mulu, kau kubai dah kedatu. Jadi suruh komo, mat mat mana pada lima dia, mat mat mim dua kali, dot dua kali. Mana dia suruh kubai gelkok, gitu kocok dan dia mulu tu, long long buhaya mulu, baru kita buat lagi. Kau nyanyi kubai ada gelkok pada. Jadi saya akan ambil marhat yang pertama menurut pada satu. بعد ذلك سوف نتكلم عن الاثنتين والثلاث. بعد ذلك انا اتوظف وضوء واحد بمره واحده ويعتبر صحيحا لا اشكال. اتي بعد المضمضه والاستنشاق اغسل وجهي. فكيف غسل الوجه الذي حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حينما اخذ الماء ابدا به هكذا؟ يقول قد غسلت وجهي؟ حدده من منابت الشعر هكذا وتنزل يديك هكذا 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 انظر الى اصبع هذا وانظر الى اصبع هذا اين يذهب هكذا
هكذا. إذن من منابت الشعر إلى تحت منابت الشعر من وصولا إلى الأذن، وصولا إلى الأذن. هذا مرة واحدة تكفيك، مرة واحدة تكفيك إذا كان اعتقدت وتيقنت أن ليس هناك بقعة في وجهك، أي تكفيك واحدة. بسم الله kata Rasulullah ini, kami ayah ini, dua belas ini mungkin sepata, sekali itu aku tak tahu ambil duit mula di tempat itu merambut, tak lahir ini nak tengok lahir lah, boleh lahir kalau ada buah, tak tahu ya ambil di tempat itu merambut ini berapa? Jari ke sini, heret dulu jari ini cukup ya kek dia ini, untuk dilak kek dia ini ambil di rambut yang tak lepas turun daripada yang bawah. Kalau kita yakin kata sekali itu teratur tak cukup lah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ma'an fa yukhadh ila lihiyatihi hatta yasil ma' ila al-bashrah bashrati lihiyatihi. Yukhadhulha bi. Idza ana ghassalt wajhi hakika. Walillah alhamd. Ba'd dhalika hawalt an ukhadhil al-ma' hatta yasila إلى البشرة من اللحية. بعد ذلك قص يدي من هنا إلى هنا، لا إلى هنا، لأنه قال إلى المرفقين، ودخلت المرفقين مع الوضوء. فإذا كنت قصدته إلى هنا سيبقى هنا مقعد دائما، وهذه هي المشكلة. ويل ويل الأعقاب من النار، لأن الناس دائما إذا رأى يتوضأ يأخذ حقنة الماء وهكذا يغسل هذا كله، والعقب هذا لا يصل. فإذا غسلته غسلة واحدة ووصل إلى وغسلت العقبة معه فقد سلمت من النار، لأن في تهديد ووعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغسل يده ولا يغسل الأعقاب. ويل للأعقاب bahasa tanya siapa sih ku tega tebani manusia ini bahasa tak apa ya oleh kita bahasa tak apa ini laki ini tak apa apa sikit tak apa ni nabi kata wailu masuk aku mana kata siapa sih ku ini kena lebih pada sih ku banyak di laki tadi apa yang boleh apa di belakang di belakang ada kata di belakang ini tak apa ada yang banyak. بعد ذلك نأتي إلى المسح. مسح الرأس ليس هكذا تأخذ ماء تقول لا، وليس تأخذ ماء تقول بهكذا لا، وليس تأخذ الماء وتقول بهكذا لا. إذن كيف المسح؟ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء فيرميه، وبعد ذلك يقول هكذا وهكذا وهكذا وحتى إلى يصل إلى نهاية الشعر. طيب إذا كان هذا الإنسان شعره طويل، أفرض المرأة شعرها طويل ما شاء الله يصل إلى هنا، أو رجل رب الشعر فيصل إلى هنا، فكيف يمسحه؟ الحديث هو قال امسح شعرك، لا لم يقل امسح شعرك، الحديث يقول امسح رأسك، لم يقل الشعر. إذن التحديد بالرأس وليس بالشعر. إذا لقال شعر طويل أو قصير أنا أعمل به هكذا ذهابا وهكذا رجوعا الرأس. أما إذا كان الشعر فيه زيادة فالمسح بالرأس وليس بالشعر، سواء للمرأة ولا للرجل، مسح فقط، تمسح هكذا وترجع كذا فالحمد لله كفت وبأيسر ما يكون. نرجع إلى الوضوء. طبعا الوضوء في اليدين لابد من تخلق من الأسنان،
sapu rambut. Sapu rambut dia kata ni air tu kita dulu. Dia basuh sapu. Kita atau sapu ni usang pasuk su akhir rambut. Kalau orang tino atau orang mandi, rambut lebih rendah tu tak nak sapu. Sebab ambil kata sapu kepala, bukan sapu rambut. Cuma rambut tu kek kepala tu. إذن الخلخلة في اللحية والأصابع وأصابع القدمين واردة، لأن يقول إسباغ، ومعنى إسباغ لا بد أن يعم الماء جميعه، لا بد أن يمر على جميع العضو ولا يبقى ولا نقطة واحدة ولا بقعة واحدة. إذا بقيت بقعة في العقب هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو بين الأصابع ما قصرت ما أسبقت. معنى الإسباق هو الاجتهاد في الخصم، أن أجتهد اجتهادا تاما أن يكون الماء حصل على العضو جميعا. معنى إسباق، إسباق الوضوء ini maknanya nebus hampas untuk air disempurna enggak banyak musim cuci sikit-sikit pun tak ada. Aku cukup. Lebih-lebih hati kaki. Masa dan Asra' Asra' bi al-wudhu walaysa isbaqan lil-wudhu. Eh, waktu buka yang tahu buka isbaq lah tu. Waktu panggil asra' mana pun nak cepat-cepat. Aismaya boleh cepat-cepat. Kaki dihubung. Ada basah tak? ولذلك الإسباق لا تتعجل، اتقنوا هذا العمل، لا تفرح أن تسير بسرعة إلى المصلى ويكون وضوءك لا يستغرق ولا دقيقة واحدة ويكون وضوءا خاطئا. يا أخي سوف تقبل الله سبحانه وتعالى وسوف يسألك الله سبحانه ما هذا الوضوء يوم القيامة، ما هذا العمل، أتأتي إلى الصلاة وأنت في كبقة لم تكمل حتى الوضوء، لم تغسل عضوا كاملا، لم تسبق الوضوء. يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك وأثقل العمل. أنت إذا أردت أن تعمل أي عمل من أعمال الدنيا تجد أنك تتقنه، أو إذا أردت أن تبني بيتا أوجدت أحسن مهندسين وأحسن الصانعين على أساس هذا البيت، كيف لا أعمل لإقبالي على هذه الصلاة حتى تكون حسنة وتكون تهيئتي لها قوية وجيدة. اسمعي يا لي إسباق أنا جاي كاتب جاي كاتب نبوي إتقان إتقان أنا حلوسي في حلوسي سباق بيمبي بيمبي كاتب ada setempat wujud halu tak ada nanti Allah Taala akan tanya kita di akhirat lagu ni kau asmaye mumai nak jumpa aku soal. Kayak kata kalau kita buat umur, kita cari necam, cari apa sih, necam panda-panda. Itu kuat, panda-panda, panggil duk lesek, panggil duk gapa umur kita. Tapi waktu semaya kita, ni air semaya kita, ni pun jadi gaduh-gaduh, tak ada harus. Waya akhi, waya habibi, waya man kuna abi, au ibni, as'a daiman إلى إخلاص العمل، لأنك في هذه الدنيا ستمر عليك مر السحاب، تعبك الذي تعبته ستنسى، اجتهادك الذي اجتهدته ستنسى، كسلك الذي كسلت به في عمل ستنسى. لو سألناك عن الأعمال الماضية قبل هذا اليوم ما أنت التعب انتهى وكل شيء انتهى، ولكن بقي الأجر عند الله سبحانه. يا أخي اهتم للباقي، اهتم للباقي حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الجيد الذي يوصلك إلى رضوان الله تعالى. لأنك دواء ما مستيقنا بإخلاص لله jadi sepenuh anak Allah. Dia kata kalau kita rojok pada amalan kita lepas padam, subhanallah, amalan lepas padam ni banyak amalan-amalan kita tak terima.
masa lebih lagi ke apa ini kita pakai sempurnakan. Sempurna dari segi zahir dan sempurna dari segi niat. Kita berikhlas kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala akan beri ganjaran pahala. Fa idza bada' al-hissa saddiquni ان واحد من الغوص ستبقى وستكون يعني من اسهل ما يكون عليك. اما اذا فقد الحرص فانك سوف توضع مره ثانيه ومره ثالثه وهنالك رقم اف خلاص. المره الاولى سامحناك فيها ان كان عندك اشياء نقص اغسلها مره ثانيه سامحناك فيها. ألا مرة الثالثة؟ لا، بعد الثالثة خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إف ثلاث مرات فقط لا تزيد. لماذا يا رسول الله؟ يمكن العضو لم يأتيهما وأنت تقول: ويل لك من العقاب، ويل العقاب من النار، أنا خسرت ثلاثة. ولم يكن هناك، ربما يكون هناك باقية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. أبدا لا تفعلها. ثلاث خلاص. لماذا؟ لأنه وجهنا كما قلت سابقا على وجهتين. الوجه الأولى التبذير، لأنك سوف تأخذ زيادة من الماء ولو كنت على نهر جاري. ليس المقصود بكثرة الماء الذي عندك. يعودك الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد، على الاقتصاد في كل شيء، حتى بالوضوء، حتى بالماء. بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فإنها تعتبر مفتاحا للشيطان حتى يوسوس بك. وإذا ذهبت إلى المصلى، والله هذا بدأت تنظر يمين وشمال، لا خلاص أنا غسلت ثلاثا، لا عاد مشيت أبدا، انتهيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع الشك باليقين بالثلاث، فلا تزيدوا على ذلك. وبعد ذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سوف نبين لكم بعد ما يترجم. اسمع يا سنه النبي 3 kali hanya 3 kali tidak 4 kali. Kali pertama kalau sudah bahasa sudah tak apa lagi, boleh kali yang kedua. Bisa. Kali kedua tak kata lagi, boleh apa kali tiga. Kalau kali tiga tak kata lagi, kata-kata lagi, boleh ya. Sebab kalau kita kaca lagi sampai 4 kali, dua kali yang lagi. Satunya, bazir. Bazir dilakukan oleh syarak. Walaupun kita tetapi sungai, kali pun, kali bazir juga. Bazir. Yang kedua, jadi pintu syaitan masuk kita. Apabila kita buat baik, buat manggil semaya, bagi sebab dia kita masuk syaitan. Manggil dia puasa wahda semaya pula. Tak kata gaya ke mana. Cukup tiga kali. Sampai itu kita kena hajar menjadi sekali, dua kali, tiga kali, cukup. Yakin atas cukup. Izan, ma hiya hadiyat Rasulullah SAW hinama nut minal wudhu. Allah kafar bi khataya wa rafa bihi darajat. Lakin unzur ila الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحسن الرجل وضوءه أو المسلم وضوءه، أحسنه يعني أتقنه 100%، يغفر الله له بأول قطر الماء الذي ينزل منه. سبحان الله، أيغفر الله لي بغسل وضوئي ونظافتي؟ يا سبحان، أيغفر حواسي جميعها لأنها قد وصلت. الحواس وصلت، العينين وصلت، الأنف وصل، الأذن وصلت، الفم وصل، اليد والرجلين وصلت، ماذا بقي؟ سبحان الله، أعضائي التي كانت تتحرك وتعمل وتأتي بالخطيئة غفر الله لها كل أعمالها.
جميع هذه الأعمال نزلت بأول قطر من الماء أو بآخر قطر من الماء. سبحان الله، لماذا فرق بين الأول والآخر؟ أسمعي، kalau kita bicara sempurna kelebihan dia Allah Ta'ala akan ampun dosa kita ambil di mula-mula titik air pertama sampai titik air terakhir. Apa dosa? Kita titik air mula-mula di mana? Mula-mula sampai sub. Dengan makna kata, segala anggota yang kita basuh, tersapa molek, basuh cuci molek itu bukan sekadar cuci. Bahkan Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Apa dosa? Cuci habis. Mata, telinga, gapo apa dosa itu kelebihan. Tapi syarat kena sempurna, bukan tak sempurna. Izan Allah Subhanahu wa taala qaddama laka al-bishara fi awwal qatr. Bishara. Thumma ata bil bisharah ath-thaniya wa qala bi akhir qatr min ma' ta'zida lil-ula hatta takun musbighan lil-wudu' sahihan. Musbighan للوضوء صحيحا وحريصا على هذا الوضوء، لأنك ستقابل من؟ ستقابل الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء الجميل وبهذه النظافة الجميلة. ولقاء ذكرت في حديث آخر، لو أن بباب أحدكم نهر يجري وغسل منه 5 مرات هل يبقى من دره شيء؟ لا يبقى من دره شيء. ولذلك سبحان الله، المسلم يغسل 5 مرات، أما الكافر ربما لا يغسل وجهه ولا مرة في اليوم، ربما أول ما يستيقظ عرق من العمل، لأن ليس عنده أساسيات النظافة. فالله سبحانه وتعالى يعطيك أساسيات النظافة وبعد ذلك ليست بلاش. المفروض أن تأخذ الأجر أنت، الله ينظمك ويجعلك نظيفا في هذا اليوم كاملا، ومع ذلك يغفر لك ويعطيك من الحسنات ويحط عنك من السيئات. يا الله يا الله يا رحيم تقبل منا، يا رحيم يا رحيم تقبل منا، انك جواد كريم عظيم. تجوي هذه nak menggalakkan orang yang asmaya itu supaya dihalusi, supaya sempurna. Oleh kerana setelah sebab dia tadi asmaya itu, kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, nak jumpa Tuhan. Apabila kita sempurna dengan asmaya, jumpa Tuhan, Tuhan sangat-sangat murah pada kita, sangat-sangat baik dengan kita, bukan sekadar boleh fedah kita cuci tubuh badan, bahkan Allah Ta'ala beri kelebihan lagi kepada kita, ampun segala dosa kita. Tapi sikirannya dengan kita sempurnakan asmaya yang kita buat lakukan asmaya wa hadha babu min al-fadl al-wudu faqat fa kayfa min a'mal al-ukhra hadhihi nadafatan wa hadha ajrun wa hadha tanzil min al-khataya thumma ba'da dhalika qul rasul sallallahu alaihi wasallam كثرة القضاء إلى المسجد. أنت بيتك بعيد وتأتي إلى المسجد ليس بلاشا وليس هدرا أن تذهب أن تأتي من هذا المكان، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة القضاء إلى المساجد، ما قال الذهاب إلى المساجد، كثرة القضاء. كلما كانت بيتك بعيد ترفع لك حسنة وتحذر عنك خطيئة. ما شاء الله، آتي إلى المسجد، ذنوبي من الوضوء قد غفرت، ومشي إلى الجامع أو إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة حتى أصل المسجد. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita ambil asmaya itu cuci dah kita, boleh dah kelebihan. Apa dosa dah
Betul. Lebih berarti dah sahabat lah. Kita jalan ke masjid pun lah. Dalam hadis Nabi bukan sebut pergi masjid tak? Jakoh. Nabi sebut jakoh. Jakoh pergi ke masjid itu dah sahabat lah. Nanti jakoh pergi pula. Kaki-kaki naik darajat. Turun kaki apa dosa pun maksudnya. Berapa kali akik, berapa kali turun, berapa kali akik turun, tengok jauh dekat kita dalam masjid. Ini pula kelebihan yang tak ada free. Hala lakum hinama tatawadda wa taksubha salat wa tuhattu antaka darajat wa hinama ta'ati masjid turfa'u laka hasanat wa tuhattu antaka darajat fa kaifa idha dakhalta ila masjid. Ya فتح الله لك بابا غير باب الصلاة تقسم منه أجرا ما هذا الباب؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. سبحان الله يا أرحم. أدخل المسجد وحطت خطاياي وبعد ذلك حينما أدخل المسجد إذا انتظرت الصلاة صليت المغرب وجلست في المسجد لا أقرأ ولا أذكر الله ولا أفعل شيئا إنما جالس تستغفر لي الملائكة ويكتب لك الأجر في هذا المقام وكأنك مرابط في سبيل الله لأنك ربطت نفسك في هذا المسجد حتى تصلي العشاء. ما هذا الأجر؟ بقاء ومشي ووضوء أجور عظيمة. كيف نفرط فيها؟ كيف نفرط في هذه الأجور؟ فابدأ بنفسك يا بني لتكون عاملا صالحا حتى تستلم درجات العلى عند الله سبحانه. Setelah kita masuk masjid, terbuka pula pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada semaya lagi ni. Ambil semaya, jaga malu masuk masjid. Belum ada semaya itu, kita tunggulah masjid. Tunggu nak semaya, intizar solat. Tunggu nak semaya, boleh kelebihan pula seolah-olah kita tu arribat, seolah-olah kita tu apa dia ni tunggu wai, masa wai fi sabilillah, tunggu nak semaya sebab kita hari ni, mari semaya maghrib tunggu nak semaya insya Allah ada kelebihan pula situ kelebihan akhlak banyak pada kita. Fa kaifa idha dakhalt al-masjid wa qaddamta rukul yamin wa qara'ta ad-du'a wa istahdharta al-azama lillah ودخلت المسجد وبدأت بالذكر وقراءة القرآن. يا أخي لو قرأت بس سورة الفاتحة أو قرأت سورة الإخلاص وكررتها إلى العشاء ماذا تحصل من الأجور والحسنات؟ إذا قلت ألف لام ميم عرف ألف لام ميم فكل حرف من عشر حسنات فكيف تحصل من الدرجات حينما تقرأ الفاتحة وحينما تقرأ سورة العصر أو سورة الإخلاص أو تقرأ بالمصحف من المغرب إلى العشاء؟ كم تقرأ من حرف؟ كم تقرأ من حرف؟ يا سبحان الله. غافلون عن هذه الأجور. لو قال أحد من الناس ابقى في المسجد وأعطيك 100 باب أو 200 باب أو 30 باب أكثر الناس تقتل لكن للآخرة والمكان الذي سوف تذهب إليه والصحيح هذا ستذهب عنه المال الذي تأخذ سوف يذهب لكن الباقي زهيده فيه. فيا أخي لا تزهد في عملك ولا تزهد في حسناتك ولا تزهد في الأجور التي يعطيك الله هدايا هدايا بدون ثمن وبأقل ما تقوم به لا تعب ولا نصب ولا الحمد لله الله أعطاك الصحة
القدرة على حسب ما تستطيع. حتى في الصلاة لا تستطيع قائم اجلس، لا تستطيع جالس ارقد، لا تستطيع ترقد حتى قوم يدك على حسب حالتك. لا تقول والله الله كلفني ما لا أطيق، الله لا يكلف ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها باستطاعتها أن تعمل هذا العمل. أما إذا كان ليس باستطاعتك لا تكلف. فيا أخي apa tanda lagi apabila kita masuk masjid, kita masuk dengan kaki kanan, masuk dengan doa, masuk berzikir, masuk baca Quran sama dengan nanti isya. Kita baca Quran satu huruf boleh 10 pahala. Kalau kita baca ambil 5 huruf sampai isya, oh banyak mana pahala Allah Taala bagi kepada kita. Berasa, berasa. Kata pahala Allah Taala bagi hadiah kepada kita. Dia kata kalau orang baru yang kata biar orang masjid nak beri duit 100, 200, 300 sebagainya. Penuh kata mereka hari ini duit. Tapi Tuhan yang ajak kata nak beri pahala, nak aku, nak aktif darajat, apa bahasa beri pahala, tak ada rasa, tak ada rasa. Habis itu usaha, sungguh-sungguh mendapat pahala Allah Ta'ala, harta kita tinggal dia. Gapa-gapa kita tinggal, malaikat bisi Allah Ta'ala yang akan kita. Hai ya akhi, ونحن جميعا رحماك ربي فضلك عظيم وأسديت لنا من الأعمال اليسيرة وتعطينا الكثير أن ترحمنا وتجعلنا طائعين خالصين العبادة لك متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يهلك عنها إلا هالك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعذرا للإطالة في هذا المقام وسامحونا على ذلك وجزاكم الله خيرا. رأيت الأحباب ورأيت أن هذا أهم الموضوع الذي سوف أقوله لكم. كان موضوعي سأتكلم عن بداية خلق الإنسان، ولكن إن شاء الله مستقبل لعلنا، لأن هذا كذلك أمر مهم، فسنتكلم عنه إن شاء الله في جلسة ولو كان غير موجود الآن. صلى الله وسلم على محمد. أسمعنا يا جماعة الموضوع يوم جماعة ini yang mengkritik hal ini. Nah, yang jadi modal kejadian kita manusia, usaha asal kita manusia daripada mana mana tapi yang kritik modal ini, main modal ini dulu. Insya Allah kita tahu kalian ber, yakni قليلا عشان عبد اي وقت يريدونه فمستعد لاي وقت مستعد بعد مغرب بعد عشاء بعد العصر فانا مستعد ان اقدم لكم انا سابقى الى يوم الاثنين فقط او بعد خطوه الجمعه اذا اردتم مستعدون واذا كان هناك اسئله يمكن نفتح الباب الاسئله في عقد الاخرى يعني ما في مشكله جزاكم الله خيرا الاذان